قام الرجاوي السابق بدر بانون بتهنئة وتشجيع المهاجم الشاب المهدي موهوب، خاصة بعد تألقه في مباراة الخضر وحسنية أكادير بتسجيله هدفين حقق بهما الرجاء النقاط الثلاث، واضعا ضغطا كبيرا على المنافس على البطولة فريق الجيش الملكي. وجاء هذا التشجيع عبر سطوري في أحد المواقع التواصل الاجتماعي موهوب الذي نال الثناء من جميع الرجاويين بعد تجاوز مرحلة الفراغ، وتنتظر الرجاء مباريات حاسمة في الجولات القادمة.